ام بي سي 2 اثرت معانا في حق والله. انا لغايه دلوقتي على الريسيفر بتاعي الثلاث قنوات اللي ببدل ما بينهم، يعني لو فتحت التلفزيون روتانا سينما، روتانا زمان ولا كلاسيك، ام بي سي 2. لو ما فيهمش حاجه بقفل التلفزيون تاني وخلصنا على كده. لا وللامانه يعني بجري بسرعه يا وادي حسين، بجري بسرعه على اون سبورت، واون سبورت 2 لربما بلدية المحلة يكون بيلعب. هو صحيح الدوري خلص والبلدية هبط، بس مع الكرة المصرية ولا تعرف، ممكن في لحظة تلاقي بلدية المحلة بيلعب الإسماعيلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من فيلم جامد. حلقة النهاردة مراجعة ومناقشة مش لفيلم واحد، ولكن في فيلمين في بروجرام واحد، فيلم ويك أب وفيلم بيتل جوس بيتل جوس. بس قبل ما ندخل في تفاصيل الفيلمين، حابب أوضح إن الحلقة دي برعاية World of Warships، جيم استراتيجي بحرية مليانة إثارة وأكشن وتشغيل مخ. اللعبة مجانية على البي سي ومتاحة أيضا على الموبايل وعلى الكونسول سواء بي اس أو اكس بوكس. عالم اللعبة هو عالم المعارك البحرية، وتقدروا تلعبوا ضد بعض أو تلعبوا مع بعض أمام ناس تانيين على نفس السيرفر. حاجات كتير عجبتني في اللعبة دي، بس أهمها هي درجة التقدم اللي ممكن تحققوا فيها كلاعب بدون دفع أي فلوس. حاسس إن ده هو التعريف الحقيقي لمفهوم اللعبة المجانية، ألعب وأعمل بروجرس محترم حسب شطارتي ومهارتي في اللعبة، مش الاسم لعبة مجانية وبعدين ألاقي نفسي عمالة تغلب من أول يوم لو حاولت ألعب من غير مدفع. من غير مدفع اللي هي قصدي بيها مدفع فلوس، يعني من غير مدفع ما ينفعش تلعب أصلا، اللعبة ديت قايمة على المدافع أساسا. كمان عجبني جدا واقعية السفن الحربية اللي بنستخدمها في الباتلز، عددهم كبير ومتنوعين ومتصممين بناء على نماذج حقيقية بالطراز وبدولة الصنع كذلك. World of War شيبس كذلك لعبة إيقاعها هادي ومش هستيري، وده شيء أنا بقدره جدا. العملية مش عملية مين عنده ردود أفعال أسرع أو مين عنده اتصال أقوى، الأهم هو الفهم الجيد للعالم والأسلحة واكتساب الخبرة مع تعدد الجولات، وزي ما قلت ذكائك انت بقى كلاعب. في الديسكريبشن هتلاقوا لينك علشان تعملوا داونلود للعبة وتجربوها، ونخرج مع بعض شوية من صندوق الجيمز المتشابهة اللي مش عارفين نخرج منه ده. فيلم ويك اب دوت فيلم غامض شويتين لدرجه ان هو ملوش صفحه على ويكيبيديا اساسا، يعني دي حاجه انا بعتمد عليها دايما علشان اجيب المعلومات الاساسيه بتاعت كل فيلم بتفرج عليه. والغريب انك لما تيجي تدور على معلومات عنه هتلاقيه من انتاجات سنه 2023، لذلك انا مش مستغرب لو في حد من اللي موجودين معانا دلوقتي يتفرج على الفيلم اصلا مقرصن او بتاع، لان هو احتمال كبير جدا يكون موجود على الويب. ولكن هو العرض بتاعه عالميا تزامن مع العرض بتاعه في مصر، وهو موجود دلوقتي في صالات السينما. اتصور ان دوله الانتاج بتاعه كندا، ومن اخراج ثلاثي، ودي حاجه انا اول مره تقريبا اشوفها في حياتي. يعني انا اعرف افلام كتير اخرجها اتنين، لكن فيلم اخرجه ثلاثه، وبعدين اكتشف ان الثلاثه دول دائمي التعاون مع بعض، يعني ده تقريبا فيلمهم الثالث او الرابع مع بعض. الفيلم بيدور عن مجموعه من الشباب الاكتيفيستس الناشطين، واللي عندهم مشكله كبيره جدا مع احد المعارض الكبرى المصنعه واللي بتبيع الموبيليا والديكور، لانهم بيحصلوا على الخشب اللي بيعملوا منه الموبيليا بتاعتهم من غابات الامازون، مما يضر بالبيئه والحيوانات والحاجات اللي هم بيدوروا عليها والكلام ده. المكان اللي هم داخلين علشان ينتقموا منه لارسال الرساله الداعمه للبيئه بتاعتهم اسمه هاوس ايديا، فاعتقد لما اقول لك معرض موبيليا كوربريت كبير عملاق واسمه هاوس ايديا دونا عن اي اسم تاني في الدنيا، فانت عارف الموضوع بيرمي على ايه بالظبط. وبيتعامل مع هذا المكان كمسرح لاحداث مرعبه، اللي هو انا اكتر واحد في الدنيا ممكن يريليت للموضوع دوت، انك تدخلني المكان اللي فيه كلمة ايديا بتاع العفش وتعمل لي فيه فيلم رعب. عملتها قبلك يا برنس وعشتها قبلك. فهم بيخشوا المكان بقصد ان هم يستخبوا فيه لغايه لما الناس اللي موجوده جواه كلها تمشي، وبعدين يعيثوا فسادا بقى، يكسروا ويدمروا ويصوروا نفسهم بالفيديو وهم بيعملوا العمليات اللي بيعملوها دي كلها، ودي تبقى العمليه بتاعتهم، وبعتوا الرساله اللي هم عاوزين يبعتوها. ولكن اللي ما عملوش حسابه هو ان في اتنين حراس اخوات، واحد منهم سايكوباتي، يعني هو من قبل ما احداث الفيلم تبتدي واحنا تعرفنا على قد ايه هو عنده مشاكل
نفسيه ممكن عقليه اكيد وميول للعنف بكل تاكيد. هما كانوا بيعتمدوا على ان الحراس اللي موجودين مش هيشوفوهم او مش هيهتموا بوجود حد، ولكن اللي حصل ان دول اهتموا وشافوهم وبيروحوا عشان يدوروا عليهم، والاحداث بتاخد منعطف عنيف جدا في التعامل ما بين الشباب بتوعنا وما بين الثنائي بتاع الحراس دول، وصولا لعدد كبير من المواجهات الدمويه وخسائر بشريه وحمام دم. الفيلم على مستوى الاعداد في الفصل الاول بتاعه كان لافظني الى اقصى درجه ممكن نتخيلها، لان الحوار ركيك جدا، الاداء ضعيف جدا، ما عجبنيش اطلاقا البروفايلات بتاعت الشخصيات بتاعت الاكتيفيستس دول او النشطاء دول، لانهم الحقيقه ما عندهمش اي حاجه تدعو المشاهد للتعاطف معاهم، وده في حدود الملامح اللي اترسمت، هو اغلب الملامح ما اترسمتش من اصل. اللي ابشع من كده هو الشخصيه بتاعت الاثنين حراس، اللي واحد فيهم زي ما بنقول من قبل ما الاحداث بتاعتنا تكشف عن ان هو عنده ميول عنيفه، واحنا عارفين من الاول ان هو سايكب اصلا. طب ليه عملنا ده؟ يعني هنا في الحته ديت انا بقاوم ميول دايما موجوده عندي في اني اهاجم الفيلم واقول له انت ما كنتش المفروض تعمل كده، كنت المفروض تعمل حاجه تانية. وبعدين نرجع افكر نفسي مالكش دعوه، ايه التاني اللي كان ممكن يتعمل؟ انت دخلت اتفرجت على اللي هو عمله وبتقيم اللي هو عمله، حاضر بقيم اللي هو عمله ما عجبنيش، ومش قادر امنع نفسي من اني اقول ليه؟ يعني انت ضفت التعقيد دوت اضر بالمقدمه بتاعت الفيلم والتعريف بتاع الشخصيات، في حينك لو ما كنتش عملته كان هيبقى مفاجئ اكتر، او انا اكشلي كنت متوقع ان هو هيعمل ده وبعدين هيرجع نقلب عليه، ولكن احنا هنا في الحته ديت as you see is what you get. انا كنت متصور انك هتصيع فيها، ما صعش، وكنت متوقع ان هو لما يخش في مراحل الرعب بقى اللي هنلعب فيها على التوقيت، هنلعب فيها على صدمه المشاهد، هنلعب فيها على استفزاز المشاهد، دفعه للترقب وبعد كده توجيهه لاتجاه اخر. انا قلت اذا كان في الادوات الاخراجيه وادوات السيناريو الضعيفه السهله انت عملت حاجات وحشه، امال لما تخش في الحاجات المعقده هتعمل ايه؟ اللي فاجئني ان هو لما دخل في الحاجات المعقده عملها حلو جدا. تخيل يا جماعة، تخيل معايا كده لما تخش هاوس ايديا اللي موجود عندنا كلنا وكلنا دخلناه، فكر كده اسرح بتفكيرك شوية، هو ازاي المكان ده ممكن يكون فخ مميت؟ ولو عاوز تاخد شوية افكار زيادة افتكر هوم الون، انت تحس في الفيلم دوت ان حواديت الرعب اللي ممكن تحصل في مكان زي ده بالليل لما تضم عليها هوم الون، ولكن ما فيهوش ذره كوميديا، انت بتتكلم على هوم الون ار ريتد جراكن وجراكن من الدم. حقيقي حقيقي في رايي الشخصي شيء مثير للاهتمام، وانا بناء على تجربه المشاهده لا، هو عمل الفصل الثاني حلو جدا. تخيل كده واحد بينصب افخاخ لعدد من الناس اللي موجوده اللي بتحاول تهرب منه علشان عاوز يمسكهم وعاوز ينتقم منهم، لانهم زي ما بنقول كده المواجهه البائسه اللي حصلت في البدايه كتبت مصير كل الشخصيات اللي موجوده باستخدام اللي انتوا عارفينه اللي موجود في الهاوس ايديا اللي موجود عندكم، الخشب، المسامير، الترابيزات، الاماكن اللي الارفف ديت مرصوصه فيها، الحاجات اللي مسمبله اللي موجوده قدامك. تخيل الحاجات ديت لو حبيت انك تقلبها اسلحه ممكن تعمل بيها ايه؟ وزي ما بقول لما جه يلعب على الاوتار بتاعه انا هخليك تترقب شيء وبعدين هعمل شيء تاني، انا هلعب عليك العاب ذكاء، انا هستخدم ابعد من البضاعه اللي موجوده جوه المكان، انا هستخدم امكانيات المكان نفسه، كاميرات، مراقبه، ميكروفون بكلم فيه الناس، ابواب بتتقفل، شبكات، وهم استخدموا اكبر كميه ممكنه من الاماكن والافكار والادوات اللي ممكن تتخيل انها موجوده في مكان زي ده. حقيقي اعجبت جدا بالفصل الثاني، وصولا للفصل الاخير اللي انت متوقع فيه النهايه، والنهايه اللي انت في الاغلب بتتفرج عليها في حاجه بالطريقه دي بتبقى عارف ان هيبقى في خسائر بشريه كتير جدا ومقابل ناس هتنجو، والناس اللي هتنجو ديت هيبقى الهدف اللي وراهم ان هم يبعتوا رساله معينه عن طبيعه شخصيات او توقع من صانع الفيلم للمشاهد بانك في الاغلب هتتعاطف مع ده، او انا عاوز احترم ذكاء ده، او عاوز احترم البوصله الاخلاقيه بتاعه ده. فعشان كده بقول لك في الفصل الاولاني ده كان مشوش جدا، وهو صالحني على ده الى حد كبير في الفصل الاخير، ولكن كان في شويه فوضى على مستوى العاب العقل في النقطه دي، توقيتات الخضات والحاجات اللي احنا مستنيينها ديت ما اتلعبتش صح قوي. بس عجبتني كلمه النهايه، يعني لما طبعا مش هقول لكم ايه هي كلمه النهايه، مش هقول لك الفيلم خلص على ايه، بس لما خلص على حاجه الفريم الاخير بكل تحديد يعني عجبني جدا، دخل دماغي بشكل كبير، وبعد كده راح ضايف في الاخر زي ما نقول نكته اضافيه، نكته ماساويه اضافيه تفكرنا شويه بالاجواء بتاعت فاينل ديستنيشن، وهو عموما في كتير من ابعاد الفصل الثاني ممكن تفكرنا واحنا بنتفرج على الابعاد بتاعت فاينل ديستنيشن.
بشكل عام اقدر اقول ان التجربه كانت ايجابيه ولكن مش مرضيه. واللي يجننك فعلا وانت بتتفرج لو انت عملت الصعب طب ليه اخفقت في السهل. الفيلم قصير قوي، حاسس انه كان ممكن يستفيد من، مش هقول لك يعني ضيف لك نص ساعه، ضيف لك 10 دقائق ربع ساعه زياده، كنت ممكن تملى شويه فجوات وتوصل اكتر الرساله اللي ممكن تكون موجوده عندك. وانا اعتقد انك عندك رساله شويه في حته الدوافع البشريه امام صراع زي ده ممكن تقلبك لايه. دي واصله. اللي مش واصل قوي هو انت ليه بتبعت الرساله دي من خلال اسم هاوس ايديا بالتحديد. هل انت فعلا بتوجه هذا الاتهام للتشين الاقرب اسما لهذا المكان؟ معرفش، دي مش متاكد انها وصلت لي. انا حاسس ان احنا بنرمز لحاجه اكتر ومش عارف اذا كانت وصلت لي ولا لا. بشكل عام انا برشح الفيلم، مش شايف ان مشاهدته في السينما شيء ضروري، شايف ان مشاهدته بشكل مقارن شيء مش ضروري برضه. فيعني لو عايزين تستنوه لما يتاح هتتفرجوا عليه يعني لو دفعت فيه فلوس كتير قوي ممكن تطلع متضايق، لو دفعت فيه فلوس قليله او اتواجد على شبكه انت مشترك عليها بالفعل هتلاقي ان العمليه بتعدي وممكن تركز اكتر في الايجابيات اكتر من السلبيات. وانا تقييمي للفيلم هو 6.5/10. اللي ما يعرفش ايه هو الليجاسي بتاع بيتل جوز دوت، تيم بيرتون في الثمانينات كان بدا يظهر كمخرج صاحب نظره مختلفه ومدرسه مش شبه اي حد تاني، وابتدت تنهال عليه العروض لاخراج مشاريع كبيره منها مشروع باتمان اللي عمله سنه 89، ولكن قبلها بسنه تصدى وتصدر لمشروع بيتل جوز. وبيتل جوز اي حد اتفرج عليه بالصدفه، وانا لما اتفرجت عليه بالصدفه ما كنتش فاهم ده ايه، يعني انا بتفرج على حاجه اسمها على اسم شخصيه والشخصيه ديت اصلا ما بتظهرش غير قرب نص الفيلم وتحس انها شخصيه بس انا جوه الاحداث. ولكن حقيقي كان فيلم غريب جدا ورسم جوه مخي معالم تعلقي ببعض ابعاد مدرسه تيم بيرتون، لاني مش من كبار محبيها ولكن بحترم كتير من مفرداتها، وبيت الجوس عامل مهمه من الكلام ده. وبعدين الكلام دوت كان زي ما قلنا سنه 88، مرت سنين طويله جدا ودلوقتي تيم بيرتون عاد مره اخرى. ساعده جدا موضوع اعاده الاطلاق لمسيره مايكل كيتون اللي بدات مع فيلم بيرد مان وابتدى يظهر في افلام كتير وخد تكريم كبير، عمل فيلم زي ذا فاوندر دور اول في فيلم مهم جدا، عمل فيلن في احد افلام مارفل ومن افلام مارفل الجيده جدا فيلم سبايدر مان الاولاني، وعنده بعض الظهور في افلام اخرى كان متميز. يعني حضور راجل موجود ومطلوب، وجاء الوقت اخيرا ان هو يرجع مره اخرى علشان يقدم واحد من اجن ادواره عبر التاريخ وهو شخصيه بيتل جوز. وبيتل جوز دوت عباره عن شبح لشخصيه ميته، وهو شبح ما عندوش ريحه الاخلاق على الاطلاق، وبنرسم عالم هزلي جدا للحياه اللي احنا موجودين فيها وللحياه اللي ينتقل لها الانسان لما بيموت قبل ما يعرف مصيره بعد كده، زي ما تقول كده الترانزيت بتاع الموت اللي قبل ما يتوجه، وان في ناس في الترانزيت دوت عاوزين يرجعوا تاني للحياه عن طريق بقى عدد من القواعد اللي اتقدمت في بيتل جوز الاولاني وبيتل جوز الثاني والتفاصيل بتاعته دي كلها. ففي الجزء الثاني بنرجع مره اخرى للاسره او العائله اللي كنا اتعرفنا عليها في الجزء الاول بعد ما انتقلت للجيل اللي بعد كده. تهديد جديد بيقابل الاسره دي، بنطلب تدخل بيتل جوز مرة أخرى، وبيتل جوز بيظهر تاني في الصورة مرة أخرى بأطماعه، وبعدين بنعيش التجربة المجنونة اللي مليانة أفكار بصرية مش شبه أي أفكار بصرية ممكن نشوفها في أي فيلم تاني حتى بعد ما اتقدمت سنة 88، ولكن دي مدرسة تيم بيرتون في إطار هزلي كوميدي ممكن يكون بيضغط شوية على المشاهد في المحتوى اللي ممكن يصدمه أو يقرفه، ولكن دائما وأبدا بقصد الكوميديا وتصميم مجنون لعدد كبير من الشخصيات اللي موجودة في العالم الانتقالي اللي احنا بنوصل له جوه الاحداث. الفيلم بشكل عام كتجربه رغم المحاولات الكوميديه اللي موجوده فيه ولكن مش مضحك بالقدر الكافي، يعني في محاولات كتير كوميديه تحس ان انت من حبك في تيم بيرتون، من حبك في مايكل كيتون، من حبك في انه بيعيد مره اخرى وينونا رايدر اللي كانت بطله الفيلم الاولاني او من الشخصيات الرئيسيه في الفيلم الاولاني، وكاترين اوهارا اللي كانت شخصيه اساسيه في الفيلم الاولاني وهي اصلا من الشخصيات الجميله يعني دايما بتشتغل في الافلام العائليه الكوميديه ودايما متميزه، انا شخصيا بحبها، فلما موجودة في الفيلم ده كمان كان شيء مميز بالنسبة لي. وبعدين انت ضايف عدد من الشخصيات اللي بتتقدم مخصوص للفيلم ده، فيلم ديفو عامل دور، داني ديفيتو عامل دور صغير، مونيكا بلوتشي عاملة دور جوه الفيلم، ماشي حاجات محمسة عشان نتفرج عليها ونطلع عليها، ولكن اختبار الكوميديا مش ناجح، مش زي الفيلم الأولاني خالص. الفيلم الأولاني الغرابة اللي احنا جواها جنان مايكل كيتون وطاقته المتدفقة ساعدوا جدا في ان كل المحاولات الكوميدية تكتسب قيمة أكبر من قيمتها الحقيقية، فتلاقي نفسك بتضحك حتى لو جيت بعد كده
تحكي النكتة لحد تلاقيها مش جايبة، أو تشرح له اللي كان متقدم على الشاشة بشكل بصري فعمره في حياته ما يقدر يتخيل. التقديم بتاع الأحداث بتاعتنا والإعداد للي احنا داخلين عليه كان مربك شويتين، لأنه قدم عدد كبير من الخطوط. يعني الخط بتاع مونيكا بلوتشي بالشخصية بتاعتها بالتهديد اللي هي بتعمله، أدي خط فيلم دفول اللي كان ممثل في الحياة ولما راح للمرحلة الانتقالية ديت أصبح محقق بوليس، فكرة كويسة ماشي، بس أدي كمان خط هنلعب عليه وهنشتغل عليه. جينا أورتيجا واحدة من الناس اللي بينتموا بقوة للمدرسة بتاع تيم بيرتون من خلال مسلسل وينزداي لتيم بيرتون، كان ليه دور فيه، معرفش أخرج عدد من الحلقات أو كان منتج بس، فهي يعني منتج أصيل جوه هذا الموضوع. علاقتها بأمها اللي هي وينونا رايدر بالحاجات ده كلها، أدي خط. علاقة وينونا رايدر بالراجل خطيبها أو مدير أعمالها، أدي خط. علاقة كاترين أوهارا بجوزها المتوفي اللي معرفش ماله، أدي خط. إيه ده كله؟ إيه ده كله؟ يعني أنت في الآخر لما تيجي ترسم الأبعاد بتاعت الأحداث بتاعتك أو خط الحبكة الرئيسي اللي احنا المفروض نمسكه، هيبقى متعلق بإيه في دول؟ يعني مين فيهم الأهم علشان نركز معاه وأتابعه؟ اللي حصل إن هو بعد كده لما دخل في الفصول بتاعت الحبكة الرئيسية هو فعلا مسك خط واحد من دول، هو دوت المهم، والباقيين كلهم مالهمش أي درجة من درجات الأهمية. الخط المهم متعلق بالبنت بجينا أورتيج، بمقابلتها بشخص معين، والشخص دوت هو اللي بيشكل العلاقة الرومانسية اللي بترسم أبعاد الخطر اللي احنا مقبلين عليه كأسرة وكعيلة وكشخصيات. الخط بقى عدي بقى على كل الخطوط التانية اللي رسمتها لك ديت، ولا ليها أي قيمة. ممكن تتقص شخصية مونيكا بلوتشي وشخصية فيلم دفو ديت، تتقص بالكامل، تشيل كل مشاهدها، الفيلم ما يحصلش فيه أي حاجة. وعلى فكرة هي الحدوتة بتاعت البنت حلو، يعني لو ركزنا على ده كسيناها تفاصيل أكتر، ادينا مشاهد إضافية لبيتل جوس لأنه فعلا مش موجود في الفيلم بالقدر الكافي، عملنا محاولات كوميدية فيها حركة وفيها سيناريوهات مختلفة، ده كان هيبقى أولى. طيب بيتل جوس نفسه كانش كافي، وكان واضح جدا إن مهما كان مايكل كيتن رجع في الصورة هو أكيد مش مايكل كيتن اللي من سنة 88. الحيوية متأثرة، الحركية متأثرة، حاول يعمل حاجات ضحكني في أوقات كتير، كان وحشني طبعا بتفاصيل الشخصية بالتحديد، وده عجبني وانبسطت بيه، بس أشفقت عليه برضه في بعض الأحيان. الحاجة التانية إن في سنة 88 شكل المؤثرات البراكتيكال، المؤثرات العملية اللي اتعمل بيها الفيلم دوت، كانت في حد ذاتها تهلك من الضحك، مش عشان انت عاملها بقصد الكوميديا، علشان المتاح تحت ايدك ما يطلعش حاجة غير انها يدوب تضحك. المرة دي انت بتحاول ترجع لها بوعيك، ولكن في نفس الوقت انت فاهم كويس انك علشان تعمل ده بمؤثرات عملية في كل مرة دلوقتي هي الحقيقة هتبقى مكلفة اكتر، فانت بتلجأ للمؤثرات الرقمية، والمؤثرات الرقمية تفتقر تماما للسحر بتاع الجزء الاولاني. لذلك ما انبسطتش باغلب اوقات الفيلم، دوشة، زحمة، مش كلها ناجحة، محاولات كوميدية متعددة جدا، كتير منها مش بتاع زمانها. جينا أورتيجا رائعة بكل تفاصيلها بكل مشاهدها، كتير من المؤثرات العملية اللي عرف يعملها جوه الفيلم رجعت فكرتني بالشعور اللي كنت مبسوط بيه جدا في الجزء الاولاني، وفي نفس الوقت صدرت بعض الكوميديا الناجحة، ولكن بشكل عام لا، حاسس ان هو اخفاق اكتر منه نجاح. على اخر الفيلم بقيت حاسس ان انا بعد الدقايق والحاجات علشان خلصني وقومني بقى، وفي بعض السيناريوهات طولت اكتر من اللازم بكتير على الشاشة، زي أغنية كده في مشهد في الفصل الأخير، يا إلهي يا ليه تجيب الأغنية كلها تقريبا في المشهد ده. في ريفرنس مهمة قوي القطر، مش عايز أحرق لسه بشوفش الفيلم، هلكني من الضحك، خصوصا لو أنت فاهم الريفرنس أو الإشارة ديت لإيه جوه الثقافة الشعبية أصلا، هلكني من الضحك فعلا يعني. وبشكل عام لا، مش مرضي بالتجربة، وتقييمي لفيلم بيتل جوز هو 4/10. وبس كده، في انتظار ارائكم وانطباعاتكم عن اي فيلم من الاثنين، لو شفتوا اي حاجه فيهم وقولوا لي رايكم، لو دي فورمات وصيغه لطيفه نتناول بيها الافلام اللي بتنزل في اسابيع العروض الهاديه. الف شكر لحضراتكم على المشاهده، يا ريت تعملوا شير ولايك للحلقه لو عجبتكم، اشتركوا في القناه وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول باول، تابعوني على فيسبوك وانستغرام واكس وتيك توك، وباي باي.